شوية حلا. طيب تعالي مين يا عبد الله بدفنا؟ صاحب دمك. فارس بشير أنت محتاج المطبخ اليوم. طبعاً. من بعد؟ والبرنامج سبحان الله بدأ يمشي الوقت. أبي دفن ما قد فزت معي بالمطبخ. أنا فزت مرة. مرة واحدة فزت. وأنت يا بندر؟ مرة. وأنت يا فارس؟ وين فارس؟ خذ هوبي. حظي ما زال إلا يوم فزت مرة. جاتك البوبة الحين. إيش؟ البوبة جاتك. وقف خليني أسألك. بسرعة تكمل. كم مرة فزت معي في ال مرة. ميا أبوك ميا. صريح عند كذا. أبوك ما في رحمة. يا أخوي خذ هوبي. مو هيك إنسانية. راعي جموعي. راعي مشاعري. ادعولي. ادعولي. مين؟ ابي اعلن على طول فايز اللي يفوز روحوا خموا كلكم يا عيال يا بنات. لا قبل ما خموا دقيقه انتم حطوا جنة. التحيه حقتنا واحد اثنين ثلاثه كم؟ عارفين من هو؟ اذا تعال بابا قل لي ابوك يفوزني ارحم ابوك خليه يفوزني. انا ما ادري ليش احساسي يقول اني فايز اليوم. اللي فاز معنا اذا هو والله اني محتاج والله اني محتاج والله عبد الله بن دفنا. كم؟ كم؟ ورا يلا 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 زد راسيد يلا 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 زد راسيد كل يوم بنعيش معنا حياة والرصيد زاد هذا كسب دين اللي فايل وجيه مسفر يا هلا جبت ابن دفنة 2 كيلو و700 جرام 2 كيلو 2 كيلو و700 ها مبروك لا اله الا الله 2970 ما شاء الله تبارك الله باقي لك 30 تقفل 3 كيلو تبارك الله مبروك عطنا ساعه يا محمد عثمان عطنا ساعه هذه ساعه من كرديال شكرا لك يا تستاهل وعطنا هدية تخيل العود اعطوا تستاهل تخيل خلاص اجلسوا واخيرا تخيل العود تستاهل المبروك انا ساعتي ايضا هدية وقهوة زد رصيدك وتستاهل ايضا هدية مقدمة لك من جويلز تستاهل يا عبد الله بن دفنة ما شاء الله عرفت ما شاء الله هذه هدايا ايضا هدية الاسبوع اللي فات مقدمة لبندر العليم من تخيل العود عطني هدية مقدمة لتخيل كم كان وزن اليوم بالله كم وزن هذا عطوا الاوزان عطوا الاوزان الاطفال اللي كانوا عندي اعطيها حمد لا اللي سووا له ميزان اللي طلعوه انت 3070 اي نعم صالح صح مبروك تستاهل 3070 انت خير اقرب وقف من تحت اقرب لا لازم بس نسمع ادري ان اليوم ابى اختم يلا الى هنا اصل واياكم الى نهايه بقول لك اللي لعبه اسمعني اسمعني بصراحه الله يجزاك خير اول شيء اعتذر منك اشد الاعتذار على التداخل اللي صار اليوم ادري والله انك في تداخل اصوات وادري انك خط في خطرك لكن يعلم الله بسبه الاطفال مفرحين بهم ومستنسين ولا والله ما علينا مسابقات والله يا الله الله يسلمك طيب بس بعلن الارباح ولدك يقول ولدي ولدك يقول يلا بيطلع خلاص وشلون يلا يا شباب اجمع هنا محمد المسعود شباب اجمع سبحان الله انت جاي من سن جديد جمع لا انا ما قلت يا شباب جمع هنا
جمع الشباب جمع اجلس هنا جمع الشباب تكفى جمع الشباب يلا.